مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا القصة ديال يوسف، مهاجر فرنسا، مهاجر مغربي في فرنسا يطالب بالحق ديالو يشوف أمه. مشاهدينا الكرام، تناولنا القصة في الأول مع يوسف، فيما بعد تناولناها مع الأخ ديالو وكذلك مع الخال. هاد ثلاثة ديال الناس كلهم بغي يشوفوا الحاجة حليمة. لتنور رأي العام أكثر في الموضوع، الحاجة حليمة تزوجات، كتب لها ربي جوج بنيتات وولد، من موراها طلقات عاود زوجات، كتب لها ربي وليد اللي هو يوسف. من موراها تزوجات براجل معروف، تشهرات معاه في مدينة آسفي وخدات من عنده المشعل وكملت المسار. مشاهدينا الكرام، يوسف ما كيشوفش الأم ديالو بقرار من الأخوات ديالو اللي من أمه، ولكن الفيديو اللي من وراه تناولناه مع الاخ ديالهم حتى هو اللي هو شقيق هاد البنات، حتى هو ما شافش امه. مشاهدينا الكرام، الخال اللي هو الاخ ديال الحاجه حتى هو ما شافهاش. سبب المنع بهذه الطريقه علامه استفهام. مشاهدينا الكرام، معايا سعاد. سعاد اللي هي مرت خو يوسف، لها اسرار في الموضوع، لا علاقه بالحاجه حليمه سنين طوال. علاقتها بالحاجة كتعرف حيتية القضية والحب ديال الحاجة مع يوسف. تبعوا معايا، سعاد تبعتي هاد القضية، يوسف ما كيشوفش أمو، راجلك اللي هو شقيق لهذوك البنات ما كيشوفش أمو، الخال حتى هو ما كيشوفش أمو. كيفاش كتشوفي انت هاد القضية؟ السلام عليكم سي يوسف. هاد القضية ما عمرني كاع سبق ليا شفت بحال هاد القضية، أن الأولاد يتمنعوا من الأم ديالهم من طرف الأبناء ديالها، البنات ديالها. اللهم إن هذا المنكر، بالرغم من أننا نحن في دولة الحق والقانون ودولة مسلمة، لو كاع يكونوا شي مشاكل كيبقاو خارج الموضوع. الأم خط أحمر كيبقى، الأبناء يشوفوها والأولاد يشوفوها والأحفاد حتى هما يشوفوها. أنا عندي الأبناء ديالي كانت العلاقة ديالهم بالجدة ديالهم قوية بزاف، كانوا كيميلوا ليها بزاف بحكم الحب ديالها ليهم والطيبوبة ليهم. مرضوا ولاو كيعاني واحد المعاناة بزاف ما نقدرش نوصفها لك السي يوسف. بحكم العلاقة ديالك بالحاجة، كيفاش علاقتها بيوسف اللي هو ولدها؟ واحد العلاقة ربي اللي كيشهدها، الله سبحانه وتعالى، هو كل كلمة خرجت من فمي كنت حاسب عليها أمام الله، لدرجة أنك ما كتسميش يوسف، كتقول لك وليدي حبيبي، ولأي حاجة كتشاور معاه في الشادة والفادة في الصغيرة والكبيرة. عندها واحد العلاقة كبيرة مع الابن ديالها يوسف، الله اللي كيعلم بها والله اللي كيشهدها. وكتعبر مسكينة لدرجة أن كتسنى ذاك العام إمتى يجي يوسف، أي حاجة كنقولوا لها راه نجيب لك هذه تقول لك لا تيجي يوسف ويجيبها ليا، هو اللي موالف كيجيب ليا. وحرموها من الأبناء ديالها، هاد الناس حشومة عليهم، كيبقى كيف ما كان الامر الابناء ديالها يشوفوا الام ديالهم. في نظرك انت علاش ما بغاوش يوسف يشوف امه؟ راجلك ما يشوفش امه، خوها اللي هو تبارك الله الحاج عمر 1936 تبارك الله حتى هو ما شافش اخته. في نظرك هاد الناس كاملين علاش هاد المنع؟ هذا هو السؤال اللي كانت سالوا، علاش وكيفاش؟ ما كاينش شي حاجه اللي شي علاقه اللي كتخلي هاد البنات يديروا بحال هكا لخوتهم. كيبقى مهما كان الحال الابناء يشوفوا الام ديالهم. كيف ما تواصلتيش معاهم؟ لا، مؤخرا جات عندي لوسي كبيره، جات عندي للدار في كاينه، انا كانت مخاصمه هي اختها، قالت لي غتصالحي بيناتنا. فعلا ني تعيطت على لوسي الصغيره، قلت لها راه جات عندي اختك غتجي عندي للدار، قالت لي ما نجيش نتلاقاو في الزنقه. المهم دويت معاها، دخلنا في نقاش، هذا حاولت نصلح، لقيت ما كاينش مصلح ما بين الخواتات، ما عنديش مصلح. ومن هنا غادي تفتح لك الباب ديال الموضوع ديال يوسف. الباب ديال الموضوع ديال يوسف من هنا غيتفتح الباب. صافي، قلت ليها انتوما خوت ما كاينش علاش غديروا هذا الشيء. الام ديالكم كلكم كنتوا واحد العائله مجموعه، واحد العائله ما كاين لا نقاش، بالرغم من ان هذه السيده مره مناضله، مره مكافحه، تعذبات عليهم، تقهرات عليهم، الحمد لله كل واحد عطاته نصيبه في الدنيا، هي صفات على رقبتها مع الله، ولكن باش يعذبوا هذا العذاب. دويت انا وياها ما وصلت معاها حتى شي حل. شنو الجواب اللي غتقول لك هي علاش منعهم؟ تعطيك مبرر. قالت لي ما عمر يوسف يشوفها، عمره يحلم بها يشوفها. ما قالتش هي السبب، قالت لي عمره يحلم بها يشوفها. وراجلك؟ حتى راجلي راه جات عنده كاع، جات عندنا للدار وهذا، قالت لي المهم ديك العلاقه اللي كانت عندها مع ولادها انا غنقطعها ليهم.
ما غيبقاوش يشوفوها وجهدهم يجروها. هادشي قالتو لخوها؟ قالتو ليا انا مرات خوها جات عندي للدار هاتي عمرهم يشوفوها. شنو السبب؟ طرحي لي انت هاد السؤال. شنو السبب؟ السبب انا قلت لك جات شكات لي من اختها، جات عندي للدار شكات لي من اختها. دابا بغيت نقرب انا الصوره في اسئله. هاد السيده قلتي لها انت هادشي، عطاتك جواب من البديهي غتقولي علاش؟ علاش بغيت تقطعي صله رحم؟ غتقولي ليها عطيني الجواب اللي قالت لك. قالت لي ما قالت لي ما عمرهم انا امي غنديها. قلت لها علاش غتدي الام تحرميها من الابناء ديالها؟ قالت لي امي غنديها ديك العلاقه اللي كانت عندها معاهم انا غنحرمهم منها. هادشي ما قالتش هي السبب علاش. ما قالتش هي السبب علاش. ما دوتش هي مع ما دوتش مع خوها اللي هو راجلك؟ لا لا ما دوتش معاه، ما لقيتوش كاع، فاش لقاتني انا في الدار هو ما كانش. وهي المرأة دابا مسكينة كبيرة كتعقل ما كتعقلش؟ هي المرأة ما تتعقلش، تنحط ليها الغدا وربي شاهد عليا، كنمشي للكوزينة نهز المواعن نرجع نمسح الطبلة كتقول لي دارنا الجوع. وهي كانت مرأة فيها النفس ما كترضاش، اش ولات كتقول لي مسكينة، سعاد واش عندك شي فلوس؟ ما عندنا ما نصيرو غدا. وهي راه كانت واحد المرأة ما نعاودش لك العمرة، مناضلة مكافحة ما كترضاش حتى شي حد، ولادها ما تترضاش بهم. الواحد اللي كترضى. شنو كانت خدامة هي الحاجة؟ كانت عشابة معروفة مرات السباعي، الحاجة حليمة مرات السباعي كانت عشابة. في الاسواق ديال مدينه اسفي، كانت مرا مناضله، مرا عشابه، ما محتاجه حتى شي حد، لا من ولادها لا من الخارج ولا من الداخل، كان عندها رزقها الحمد لله. دابا اللي فهمت منك هو خواتها يوسف من مو واخدين هذا القرار لا رجعت فيه، ما يشوفوش واخدين هذا القرار لا رجعت فيه. داكشي اللي قالته لي انا قالته حتى شي اطراف من العائله، حاولوا يدخلوا ما لقاوش باش يدخلوا، قال لك سدات علينا داك الباب ديال التدخل اللي غندخلوا فيه، سداتو علينا. شكرا لك، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، غنشوف السؤال مع يوسف. هذا القرار اللي واخدين هاد الاخوات وكان اللقاء بينهم مع مرت خوك وعطاتهم هاد الاسئله وقال هذا قرار لا رجعه فيه، في نظرك يوسف كيفاش كتشوف هادشي؟ وهذا الشيء اللي تيديروا فيه ما مزيانش، اليوم دنيا وغدا اخره، الانسان ما ضامنش العمر ديالو باش يحرموك من الام ديالك في هذه الطريقه هذه. حنا دابا كان بيناتنا حب وكان كنا علاقتنا كانت زوينه، ما كانش عندنا شي حاجه خايبه، هي الوالده كانت تميل ليا بزاف انا كتعزيز عليها وداك الشيء، ونقول الوالده ما بقاش تشكريني بزاف وداك الشيء، كان راه خواتها داك الشيء تيجيهم واحد بحال تطيحي بهم وداك الشيء، يعني حنا كنا بحال يعني كانت كاع تتقلق كاع من خواتها، تنعاود نقولها لا ما تقلقيش من بناتك وداك الشيء وكذا، تنحاول نصلح بيناتهم انا هو كبر صغير فيهم، نحاول داك الشمل نجمعو، ولكن بحكم واحد الاخت ديالي هو اللي تيزيد تيشعل النار، هو واحد البيب الوالده هما اللي تيشعلوا العفيف، هما اللي تيزيدوا فيهم تي بحال داروا لهم خواو لهم راسهم، ولاو تيشوفوا هذيك الام خصهم يبعدوها علينا، ما تبقاش تدور بينا، وهادشي راه عيب وحشومه يعني، ما خصهمش يديروا هذا الشيء. ودابا شتي من ناحيه الام ديالي راه ما تفاقش مع الام ديالي، حتى الابن ديالي الكبير قال لي انت الحمد لله راه خدام، وقال لي انت سير انا المصاريف انا نتكلف بها وداك الشيء، سير امك هي الاولى، وغادي نعود هنا باش ما كان اللي ورايا قدامي نبيعو ام ديالي هي الاولى، ما نتفاكش معها ام ديالي، هذه هي الحاجه اللي غتكون تقالي دائما في الذاكره ديالي، الام ديالي خصني نشوفها، خصني تكون قريبه، خصني نعنقها، وخصني يعني الام ديالي خصني تكون قريبه ليا، يعني ما ساهلش انه انا كبرت انا يتيم، الاب ديالي مشتوش مات مشتوش، والام كانت عندي فيها ام واب تكبرتني، وسهل علي الله مشيت على برا وداك الشيء، ولقات علاقتي مزيانه معها قريبه وكل شيء، يعني دام الزوجه ديالي عزيز على الام ديالي انه واحد الانسانه طيبه، وانا الام ديالي راه ما نتفاكش عليها. كلام واضح السي يوسف. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا شرح الواضحات من المفضيحات، رساله مره اخرى لهاد الاخوات، الدنيا راه فايته، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا راه فانية، حاولوا ما أمكن، يجب مراجعة الأوراق وتدارك ما يمكن تداركه في الوضع الحالي. هاد السيدي شوف مولا صلة الرحم، وحتى لا ننسى أنه يوسف اتخذ جميع الإجراءات القانونية في الموضوع، إلا ما كانش الود كيبقى القانون وهذا حقه، كما يبقى الطرف الثاني إذا كان له معطيات أخرى عكس هاد الفيديوهات اللي تكلمنا على القصة ديال الحاجة حليمة، فنحن نرى الإشارة للتعقيب. مرحبا في أي وقت، نضع رقم الهاتف أسفل التعليقات أو أول التعليقات إذا صح التعبير، فنحن نرى الإشارة، ولكن العنوان في الموضوع علاش يوسف ما يشوفش أمو، علاش مصطفى اللي خوكم شقيكم ما يشوفش أمو، علاش الحاج عمر متقدم في السن ما يشوفش أختو سنين طوال،
هذا القرار المجحف بهالطريقه علاش؟ وهذا هو وهذه علامه استفهام. مشاهدينا الكرام، نحن لا نتتبع القضيه وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول سبب غياب الحاجة على ولدها يوسف، على ولدها مصطفى، وعلى أخوها الحاج عمر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.